صباح الخير والسعادة عليكم مشاهدينا، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج هذا الصباح على شاشة إكسترا نيوز. والنهاردة الأربعاء 7 أغسطس لسنة 2024، وبيسعدني أكون معاكم لمدة ساعتين من دلوقتي على الهواء مباشرة في جولة إخبارية جديدة وبصحبة الزميلة العزيزة يارا مجدي. صباح الخير يا يارا. صباح الخير والسعادة عليك يا مروة، وصباح الخير على حضراتكم كل مشاهدي برنامج هذا الصباح وشاشة إكسترا نيوز في كل مكان. النهاردة خلال حلقتنا بالتأكيد هنتوقف عند أكتر من محطة كالمعتاد ما بين السياسة والاقتصاد والصحة والثانوية العامة بالتأكيد وغيرها من الملفات، ولكن هتكون لينا في البداية وقفة رئيسية مع ملف الأزمة في فلسطين واللي امتد نطاقها خلال الفترة الأخيرة لأبعد من حدود غزة والضفة الغربية، وأصبحنا بنعيش فترة أشبه بالهدوء الذي يسبق العاصفة، خاصة في ضوء التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان واللي وصفه البعض بأنه ربما يقود لانفجار الأوضاع على الحدود بين لبنان وإسرائيل. باختصار، حالة من الغليان بتعيشها منطقة الشرق الأوسط، زادت معها المخاوف من اتساع نطاق الحرب وإعادة تكرار المأساة الإنسانية في منطقة تانية من الإقليم. حالة غليان بتستدعي بالضرورة حالة من التعقل والحكمة. لغة العقل وليس الحرب هي التي يجب أن تسود. دي كانت واحدة من تأكيدات الرئيس السيسي خلال اتصالاته المكثفة مع كل الأطراف الدولية والإقليمية خلال الأيام اللي فاتت، وده لتفادي الوصول إلى مرحلة ما بعد الغليان وهي مرحلة الانفجار لا قدر الله. هذا ما نخشى منه يا يارا، وأكيد يعني الرؤية المصرية للمشهد الفلسطيني من بدايته كانت في محلها وكانت كمان سابقة الجميع. من بداية العدوان على قطاع غزة وجه الرئيس السيسي تحذيرات مباشرة للمجتمع الدولي والقوى الكبرى بأن العدوان الإسرائيلي واستمراره هيحول المنطقة إلى بارود مشتعل، وأن النيران لن تتوقف عند حدود فلسطين وحدها وإنما هتشهد تدخل أطراف أخرى في الصراع. والحقيقة هو ده حرفيا المشهد اللي بنعيشه دلوقتي على أرض الواقع، والعالم دلوقتي بتسيطر عليه حالة من القلق، نقدر نقول خوفا من انفجار الحرب الشاملة واللي هيكون تأثير وضررها على العالم كله، مش بس على منطقة الشرق الأوسط، سواء من الناحية الاقتصادية وتضرر المصالح أو بسبب الأزمات الإنسانية اللي ممكن تخلفها هذه الحرب، وبالأخص مع الكارثة الإنسانية اللي بتعيشها غزة واللي وصفتها الأمم المتحدة بأنها وصلت إلى حد الجوع، وده مع نقص طبعا الوسائل الأساسية للبقاء على الحياة زي المياه والأكل والأدوية وغيرها من المستلزمات. عشان كده لازم يكون هناك صوت عاقل ورشيد وسط هذه الفوضى والتعطش للحرب اللي بنشوفها وبنتابعها، وده الدور المحوري اللي بتمارسه الدولة المصرية حاليا واللي بيشهد حالة زخم اليومين اللي فاتوا نتيجة لتأزم المشهد بشكل كبير. إن شاء الله يا مروة، بالتأكيد كلنا بنتمنى أن صوت العقل والحكمة هو اللي يسود بدلا من التسابق والتعطش للحرب زي ما بنشوف دلوقتي. مشاهدي هذا الصباح، بجانب المشهد الفلسطيني والملف الفلسطيني هيكون لنا محطات أخرى وأكثر من ملف هنتكلم فيه مع حضراتكم على مدار الساعتين، وفي الختام هنستعرض أبرز عناوين الصحف المصرية من خلال فقرة الصحافة. كالمعتاد بنبدأ حلقتنا مع حضراتكم باستعراض لأبرز وأهم العناوين. خفض التصعيد واستعادة الأمن بالشرق الأوسط في مباحثات الرئيس السيسي وبايدن. بتكلفة 150 مليار جنيه خريطة مشروعات حياة كريمة على طاولة رئيس الوزراء. المرونة والعمق، كيف استطاعت اللغة العربية فرض تأثيرها في الحضارات الأخرى؟ قراءة في أبرز عناوين الصحف مع الكاتب الصحفي بلال الدوي. بدماء الشهداء والأبرياء، يصنعون ملحمة البقاء، حيث يولد الصبر من قلب المعاناة، ورغم الأسى تستمر الحياة، يجتازون الألم
تحت ظل العلم. يتشبثون بأرضهم على مر الزمن. يذودون بالروح عنها وإن عز الثمن. هم الآتون من وحي حطين، السائرون على خطى صلاح الدين. هم أهل فلسطين العزة، وفي القلب منها قطاع غزة. عنوان الفداء وأرض البطولة والكبرياء. بجدد الترحيب بحضراتكم مشاهدينا، ونبدا اول ملفات حلقتنا النهارده في هذا الصباح بالجهود اللي بتبذلها الدوله المصريه بشكل مستمر ومكثف في سبيل دعم القضيه الفلسطينيه واحتواء الوضع المتوتر في الاقليم. في هذا الاطار بالامس تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس الامريكي جو بايدن، تم خلاله تناول التطورات الاقليميه والتوتر الحالي في منطقه الشرق الاوسط، واستعرض الرئيسان المصري والامريكي مستجدات الجهود المشتركه المصرية الأمريكية القطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. تم التوافق على الاستمرار في تلك الجهود لخفض التصعيد واستعادة السلم والأمن الإقليميين. أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق إلى الشواغل الراهنة بشأن توسع دائرة الصراع في الإقليم، حيث أكد الرئيس السيسي على الرؤية المصرية حول خطورة التداعيات المترتبة على استمرار الحرب بقطاع غزة وتأثيرها السلبي على استقرار المنطقة، آخذا في الاعتبار أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة يعتبر النواة الرئيسية لإعادة الهدوء والاستقرار بالإقليم. وفي ختام الاتصال اتفق الرئيسان المصري والأمريكي على الاستمرار في العمل المشترك المكثف لوقف إطلاق النار واستمرار الجهود لتنفيذ حل الدولتين باعتباره الضامن الرئيسي للاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة. مشاهدينا لسه مستمرين مع اتصالات القيادة السياسية مع كافة الأطراف الفاعلة في الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط، واستكمل الدور المحوري اللي بتقوم به الدولة المصرية منذ تفجر الأوضاع في أكتوبر الماضي. وفي هذا السياق بحث الرئيس السيسي في اتصال هاتفي بالأمس مع الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة، وتم استعراض الجهود المكثفة لاحتواء الموقف المتوتر بالشرق الأوسط، وتم التأكيد على أولوية التهدئة في المرحلة الحالية من خلال التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بالقطاع ولنزع فتيل التصعيد وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي غزة. وشهد الاتصال بين الزعيمين المصري والأردني التجديد على أن الضامن الرئيسي لاستعادة الاستقرار في المنطقة يتمثل في إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. مشاهدينا للحديث بشكل أكثر تفصيلا ينضم إلينا عبر زوم دكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار. دكتور صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا في هذا الصباح. أهلا وسهلا أستاذة يارا وأهلا وسهلا أستاذة مروة وصباح الخير على كل المشاهدين. أهلا بحضرتك. ما يتضمنه كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي هو حل الدولتين دائما، الحرص على حقوق الشعب الفلسطيني وضمان الأمن والاستقرار للمنطقة والشرق الأوسط بأكمله، والاتصالات واللقاءات أيضا متواصلة ولم تنقطع. متابعة حضرتك لهذين الاتصالين وما جاء بهم وأهميتهم أيضا في هذا التوقيت يا دكتور. يعني الحقيقة طبعا زي ما كلنا مدركين الآن أن الجهود المصرية لن تتوقف لحظة واحدة منذ بداية هذه الأزمة في محاولة لنزع فتيل التوتر ومحاولة استعادة الاستقرار والسلم الإقليمي.
الحقيقة الاتصالات المصرية بتتكثف بشكل كبير للغاية خلال الساعات الأخيرة بالنظر إلى حجم التوتر وحجم القلق اللي بيجتاح الإقليم كله من انتشار حدة الصراع وتوسع جبهات الصراع وربما الوصول إلى حرب إقليمية شاملة ستكون بمثابة ضرر وكارثة على جميع الأطراف سواء الأطراف الإقليمية أو الأطراف الدولية. وده السيناريو الحقيقة اللي حذرت مصر منه منذ فترة طويلة، وكانت دائما أو كان دائما الخطاب السياسي المصري بيحذر من الوصول إلى هذه المرحلة. يمكن الاتصال مع الرئيس بايدن والاتصال مع الملك عبد الله العاهل الأردني بيكتسب أهمية خاصة بالنظر أولا إلى حجم العلاقات المصرية مع هاتين الدولتين، إضافة إلى اطلاع هاتين الدولتين بدور مهم في محاولة احتواء التوتر والتصعيد في المنطقة. وأعتقد أنه الاتصالين والبيان أو البيانين اللي خرجوا من الرئاسة المصرية بيحملوا رسائل واضحة ومهمة للغاية، أن مصر هتواصل تكثيف اتصالاتها وتكثيف تحركاتها من أجل نزع فتيل الأزمة أولا، أو أيضا بيشير إلى أن مصر بتدرك بشكل واضح وبشكل لا يقبل أي شك أن جوهر الصراع في هذه الأزمة هو قطاع غزة، واستمرار الحرب في قطاع غزة هو ما يؤدي إلى استمرار هذا التوتر وفتح جبهات جديدة للصراع. وبالتالي الحل الأهم والحل الأنسب والأمثل هو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مساعدة الأشقاء في قطاع غزة على الحصول على حقوقهم الإنسانية، تقديم المساعدات بكميات كافية وبوتيرة منتظمة، وبعد ذلك الوصول إلى حل سياسي يفضي إلى بناء دولة فلسطينية. هذا هو الحل الأشمل الذي يضمن عدم توسع أو تجدد الصراع في المنطقة. ما يحدث في الإقليم حاليا ليس سوى تجليات لصراع أساسي وجوهري ومركزي يجري في قطاع غزة، وبالتالي البحث عن تهدئة في الجبهات المشتعلة يبدأ من قطاع غزة. وهذه هي الرؤية المصرية اللي بعتقد أنها رؤية حكيمة وعميقة وصحيحة، ويجب أن تتكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل الالتفاف حول هذه الرؤية وتحويلها إلى واقع على الأرض. يعني دكتور أسامة، هناك خلال هذه المحادثات هناك تأكيد على أهمية وقف إطلاق النار والوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، حتى كان هذا الحديث من جو بايدن يوم أمس، ولكن في الحقيقة احنا مش شايفين يعني هذه الخطوات تنفذ على أرض الواقع، هي مجرد حديث، هي مجرد يعني خطابات، ولكن أمريكا حتى الآن لا تضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب والكارثة الإنسانية. ماذا تنتظر أمريكا في هذه أو في هذا التوقيت أو في هذه المرحلة من وجهة نظرك؟ للأسف الشديد بالفعل التحركات الأمريكية والاتصالات والخطاب الأمريكي يسير وفق مسارين لا يلتقيان للأسف الشديد، مسار سياسي ومسار خطابي يتحدث عن ضرورة التهدئة وضرورة التزام كل الأطراف بضبط النفس وضرورة عدم توسع الصراع، وهذه مسألة أعتقد أنها لا تخرج سوى من الدوائر الدبلوماسية والمستويات الدبلوماسية. على الجانب الآخر أو على المسار الآخر نجد دعم غير محدود لإسرائيل، تمويل لهذه الحرب، تقديم للأسلحة، تقديم للغطاء السياسي لإسرائيل في المنظمات الدولية، تحركات وضغوط لإعفاء أو لضمان عدم محاسبة إسرائيل في المنظمات الدولية. وأعتقد أن هذا المسار يضر بالسلم والأمن الإقليمي والدولي ويساعد إسرائيل ويعطيها ضوءا أخضر للاستمرار والمضي قدما في هذه الحرب العبثية. أعتقد أنه المسارين يجب أن يلتقيا، يجب أن يكون هناك توافق ما بين الخطاب السياسي والدبلوماسي الأمريكي وما بين التحركات على الأرض حتى لا يحدث هذا الانفصام ما بين الموقفين. أعتقد أن الولايات المتحدة مطالبة الاطلاع بمسؤولياتها بحكم أنها الدولة المركزية والرئيسية في النظام الدولي الراهن، بحكم أنها الحليف الأقوى والاستراتيجي لإسرائيل، بحكم أنها منذ بداية هذه الأزمة اتخذت مواقف ساعدت في استمرار الحرب حتى هذه اللحظة. للأسف الشديد التوقيت ضاغط على الإدارة الأمريكية، انشغال الولايات المتحدة بالانتخابات وعدم رغبتها في التورط في قرارات مصيرية أو في الضغط على إسرائيل أو في دخول المنطقة في آتون
صراع أكبر، أعتقد أنه بيؤثر على القرار الأمريكي، بيجعله قرار مرتبك، قرار غير قادر على الضغط بشكل واضح وبشكل حاسم على إسرائيل. وللأسف الشديد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يدرك ذلك جيدا ويستخدمه أفضل استخدام أو أسوأ استخدام من وجهة نظرنا. دكتور أسامة، هل هذا يعني أنها مسألة وقت نتيجة وجود عوامل ضاغطة في الداخل الأمريكي يستغلها نتنياهو؟ هل هي مسألة وقت وبعدها سنلاحظ أن أمريكا بدلا من أنها تتخذ مسار سياسي كما قلت ومسار خطابي ستتجه إلى مسار لتحقيق الاستقرار؟ للأسف الشديد نحن أمام أيضا منهجين أو رؤيتين للنظر إلى الدور الأمريكي. الدور أو النظرة الآنية، نعم هناك تأثير لعامل الوقت، تأثير لطبيعة المرحلة الزمنية اللي بتعيشها الولايات المتحدة، لكن في المقابل لا يجب أن نغفل أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية علاقات استراتيجية. الولايات المتحدة هي الراعي الأهم والأبرز لإسرائيل على مدى تاريخها، وبالتالي لا نعول كثيرا على تحولات كبيرة في الموقف الأمريكي أو يمكن أن تتحول العلاقة الاستراتيجية إلى علاقة عداء على سبيل المثال. لكن في المقابل أيضا بنلحظ إشارات واضحة، على سبيل المثال تصريحات كامالا هاريس حول أداء الحكومة الإسرائيلية وسياستها كان خطابا ناقدا لهذه السياسات. أيضا استمعنا إلى انتقادات من جانب نواب بارزين في الكونغرس، وبعضهم قاطع الخطاب الذي أدلى به بنيامين نتنياهو في الكونغرس قبل أيام. وبالتالي هذه المؤشرات تشير بشكل واضح إلى أن فكرة التأثير الإسرائيلي الكامل على صناعة السياسة في الولايات المتحدة لم تعد كما كانت من قبل، وهذا يشير إلى أنه ربما إذا تغيرت الظروف الزمنية الراهنة قد نلحظ تغيرات في المواقف وفي الضغوط الأمريكية، لكن بالتأكيد لا يجب أن نفرط في التفاؤل بأن العلاقة ستتغير بشكل كامل ما بين واشنطن وتل أبيب. نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه القراءة وهذا التحليل، دكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار. تتواصل في محافظات الجمهورية فعاليات حملة إيد واحدة التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري لتوفير الدعم الغذائي والنقدي والخدمات الصحية وتقديم أيضا البرامج التوعوية لأكثر من 1.5 مليون أسرة من الأكثر استحقاقا. مصر هتتقدم لو اكثر من ايد اشتغلت مع بعض. احنا عندنا المبادره الحلوه بتاعت ايد واحده مع التحالف الوطني، فاحنا النهارده بنثبت للمجتمع ان احنا كلنا ايد واحده باذن الله. بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي هنقدر ندخل كل المحافظات بقوه وتعاون وتنسيق وتكامل بين كل المجالات. بالتاكيد انه التحالف الوطني بيعمل من خلال مؤسسات منظمات المجتمع المدني لسد الاحتياجات وللاسر الاكثر احتياجا والاولى بالرعايه، انما كمان بنشتغل على التنميه المستدامه. وسعيده ان انا موجوده النهارده في مركز الاستدامه، شفنا انا ومعالي الوزيره وما الساده الوزراء كل الحقيقه الشغل اللي عملته مؤسسه صناع الخير عشان تقدر، وهي ايضا يعني عضوه في التحالف الوطني، ازاي قدرت في محافظه الغربيه في قريه حنون ان احنا نقدر ندرب هؤلاء السيدات. احنا شفنا النهارده عمل متكامل، في تدريب هنا عورانا، وبعد كده التدريب بيحصل تشغيل، وبعد كده التشغيل بيحصل تسويق، وكمان واحنا قاعدين احنا جايين واحنا بنلف كمان. ومعالي الوزيره بعتذر، معالي الوزيره قالت حاجه مهمه جدا، كل الشغل ده ينزل على معارض، كمان بنوفر معارض علشان نيجي نساعد الزملاء هنا. هو ده الاستدامه اللي احنا بنتكلم عليه. الشغل النهارده زي ما ماشيين مع بعض كلنا ايد واحده. ان شاء الله احنا كمان كوزاره عمل هنبص على الاستدامه في المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر. النهارده قريه حنون مركز زفته احدى قرى المبادره الرئاسيه حياه كريمه، الحقيقه بتتزين بعدد من المشروعات التنمويه المستدامه، بتستقبل بيها زوار القريه. النهارده عدد من الوزراء والشخصيات العامه بيشرفوا القريه، بيفتتحوا مشروعات تنمويه انشاتها صناع الخير بالشراكه مع عدد من المؤسسات الاقتصاديه. اولى المشروعات اللي بيتم افتتاحها النهارده مدرسه حنون الثانوية بنات، كمان هيبقى أهالينا في مركز حنون وخصوصا السيدات المعيلات هيبقوا على موعد مع افتتاح مركز استدامة
لتدريب وتمكين السيدات القرويات اللي احنا موجودين في وسطه دلوقتي. المركز بيفيد سيدات الريف ان هو بيقدر ان هو يقدم لهم فرص عمل جديده، يفتح لهم المجالات. احنا بنعلمهم الحرف اليدويه بس بنقدمها لهم بشكل بيواكب العصر. نستلم الورشه من اول ما بتبدا هنا في المركز، بنبدا نصور السيدات هما بيتدربوا هنا اثناء الورشه، وبعدين بنبدا نصور المنتجات اللي بتطلع، وبحيث ان السيدات اللي موجوده تفهم الدوره بتمشي ازاي وايه اللي بيحصل في الورشه. وغير كده ان احنا قبل الورشه اصلا بنبدا نعمل بوستات تعريفيه عن الورشه قبل ما تبدا، نبدا نفهم الناس ايه هي الورشه اصلا، بتتم على كام كلاس، بتتم مده قد ايه، الادوات اللي بيحتاجوها فيها. طبعا المركز بيوفر لهم الادوات ديت. اتصلوا علينا وقالوا لنا في دوره تطريز، تعالوا اتدربوا. فجينا لقينا كل الامكانيات متواجده ومتوفره، يعني علمونا التطريز، علمنا حرفه جميله جدا. قدرنا مثلا ان احنا، يعني انا الاول ما كنتش اعرف حاجه عن التطريز، دلوقتي لما اتعلمت الحرفه ديت بدات ان انا اشتغل على نفسي، بدات اعمل حاجات في بيتي، بدات اعمل حاجات وابيعها، بدات لما جيت هنا يعني دي حاجه لوحدها كفايه ان انا بدات احسن بيها دخلي. حضرت تدريب في قسم في العجيزي، وبعد كده بعد نهايه التدريب سلمونا المكنه دي. كبدايه تبقى مشروع جديد ان شاء الله، وبدايه حياه جديده. يعني دي كانت خطوه ان الواحد خد خبره كبيره فعلا في المجال. بدات اجتهد على قد ما اقدر وانا معاهم. بصراحه كان فيه فتره اختبار في اخر الدوره، فالحمد لله الواحد اجتاز، وكانت المدربه ومدير المركز تعبوا معنا جدا بصراحه. احنا كنا رايحين ما فيش، يعني انجزوا معنا جدا الحمد لله. بشكر المبادرة جدا على هذا الدعم الجميل، لفتة طيبة جدا وللاتحاد. طبعا دي حاجة بتطمننا على أطفالنا، حب يأكلوا حاجة نظيفة جدا، بيستلموا حاجة من إيد آمنة عارفين مصدرها، بدل ما يأخذوا حاجة ملوثة من السوق. فده فعلا 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 حاجة يعني ميسرة الأمن للأمان بالنسبة لنا إحنا في البيوت. إحنا بطمئنين على أطفالنا، وبنشكر جدا المبادرة على اللفتة الطيبة دي. توفرت على أولياء الأمور حاجات كتير قوي، وكمان وجبة صحية ومفيدة للأطفال ومضمونة وآمنة، وليها فوائد كتير قوي كويسة، زي ان الاطفال بتاكل، في اطفال كتير بتاكل، يعني بتجيب اكل ما بتاكلوش كده، هي بتاكل الاكل بتاعها كويس، وان هو يعني مكان مضمون والاكل مضمون وكويس ونظيف ومعروف مصدره منين. يعني هذه المبادره احنا بتقدم لنا استفاده كبيره، ان هو في نمو غذائي سليم للطفل، وتكافؤ في النمو الغذائي، وفي رقابه على الوجبات اللي بتنزل له. تمام. وغير كده برضو الاستفادة الثانية انه بيكون في ترابط اسري ما بين المعلمة وما بين الطفل، بحيث ان الطفل بيستقبل المعلومة اسرع، بيحس بالجو الاسري، انه هو بيتقدم له الوجبات والاكل، هو بيحس انه هو في منزله اصلا، واللي بيدوله المعلومة دول اهله. الأهالي متواجدين من أول ما بدأنا، كنا موجودين في القرية والأهالي موجودين معانا. إحنا عندنا خطة قوافل على مستوى الجمهورية، بنغطي جميع القرى في جميع المحافظات، وإحنا دلوقتي ضمن مبادرة إيد واحدة. تخصصات طبية، إحنا معنا تخصصات بطنة وأطفال وجلدية ونساء بالأشعة وأسنان، معنا تدخلات فيها خلع وحشو وتنظيف، وبنوفر برضو النظارة الطبية ب90 جنيه. احنا هنا في قرية بعيدة خاصة عن الخدمات الطبية، فاحنا مبسوطين يعني احنا بنعمل خدمة هنا وبنخدم اهل البلد. يعني طبعا سعيد ان انا بنزل في القافلة وان انا بساعد الناس في خدمة الناس، وطبعا بنلفوا على مستوى مركز ابو حمص والبحيرة كلها، وسعيد طبعا ان انا مشارك فيه. مبسوطين طبعا، حسوا بينا وجايين يكشفوا علينا، وطبعا بدنا علاج، يعني طبعا مش عاوزين اكتر من كده. انه شفت على بنتي جيت احط لها جتره 3 مرات وبعدين رجع لي ثاني الدكتور. احنا ان شاء الله بنستهدف في شهر اغسطس 500 حاله ميه، بنوصلهم لبيوت المستحقين على مستوى محافظه المنيا. واحنا النهارده معانا العمال ومعانا السباكين، وبنوصل البيوت، بنوصل البيوت من الخط الرئيسي من الشارع، وبنوصل حد البيت للبيت جوه للمطبخ وللحمام، بحيث البيت يكتفي من الميه وما يحتاجش انه يخرج بره البيت عشان يجيب ميه. النهارده عندنا بفضل الله في المنطقه 1500 مستفيد هيشربوا ميه نظيفه، وده ضمن أنشطة جمعية الأورمان اللي بتهدف إلى الوصول
إلى الأسر الأكثر استحقاقاً. جمعية الأمانة أحد كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. كل أملنا وكل جهدنا إن أهالينا في محافظة المنيا وفي كل ربوع مصرنا المحروسة يوصل لهم حق من أبسط حقوقهم إن هم يشربوا مية نظيفة زي ما إحنا شايفين كده. النهاردة ابتدينا بفضل الله وكرمه توصيل وصلات المياه الخارجية وشغالين إن شاء الله في الوصلات الداخلية، وقربنا إن شاء الله من الانتهاء لجميع الحالات المستهدفة هذا الشهر. التحالف لديه خطة طموحة من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات على مستوى الجمهورية في وقت واحد. يعني البرنامج اللي حضرتك بنحدده أو بنقوم به النهاردة هنا في هيئة الاستعلامات منفذ في نفس اللحظة في محافظات أسوان حتى الأسكندرية ومطروح والمحافظات الحدودية. علشان كده بنقول إن حارسين كل الحرص على نجاح مثل هذه الندوات، لأن في النهاية الهدف هو المواطن البسيط. الهدف التعريف بأهمية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اللي صدر به القرار 171 لسنة 2023. النهارده اللقاء طبعا الهدف منه هو حس الشباب على العمل الأهلي والانخراط داخل المجتمع. بيتم التعريف بإيه هو التكافل الاجتماعي، بنقوم بتشجيع الشباب على العمل الأهلي التطوعي. النهارده في مبادره ايد واحده بنوزع كراتين مواد غذائيه، طبعا ده بيتم مع التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. وزعنا كراتين مواد غذائيه لعدد 50 اسره من الاسر الاكثر احتياجا والاكثر استحقاقا. طبعا ده تم بناء على قاعده بيانات عملناها عشان نعرف مين هي الاسر الاكثر احتياجا. بنوزع 50 كرتونه بقريه السد محافظه القليوبيه، وفي انشطه ثانيه اخرى بنوزع في فقرات انشطه امن غذائي، بنعلم الناس الطبخ او الاستفاده بالقيمه الغذائيه باقل سعر ممكن نقدر نعمله بيه. احنا النهارده جايين تبع جمعيه النصر للتنميه والخدمات الاجتماعيه تحت تبع الهيئه الانجليه تحت مظله التحالف الوطني تبع برنامج ايد واحده، جايين نوزع 50 كرتونه للاسر الاكثر احتياجا. ايد واحده بتقدم لنا كراتين للاسر المحتاجه، وجمعيه والهيئه القبطيه ساعدت الجمعيه وساعدت بعض الاسر في بعض الاشياء الكثيره مثل الاعمال الصغيره والزراعه. مشاهدينا لسه مكملين حديثنا مع ملف القضية الفلسطينية والجهود الدبلوماسية المصرية التي لا تتوقف منذ اندلاع الأزمة. في هذا السياق بالأمس عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج دكتور بدر عبد العاطي جلسة مباحثات مع وزير خارجية لبنان السيد عبد الله أبو حبيب، وتم تناول المستجدات المتصلة بالأزمة في قطاع غزة وتداعياتها على الوضع في لبنان، بالإضافة إلى الجهود المصرية لاحتواء التصعيد الإقليمي والحفاظ على سلامة لبنان وشعبه الشقيق. خلال اللقاء حذر وزير الخارجية المصري من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية، مؤكدا أنه لا بديل عن عمل وكالة الأونروا في غزة، مشددا على ضرورة تقديم الدعم والتأييد لها، وأكد بأنه لا مجال لسلام دائم وشامل في الشرق الأوسط إلا بتنفيذ حل الدولتين. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة. أهلا بك دكتور أشرف في هذا الصباح. يعني جلسة مباحثات جمعت ما بين وزير خارجية الدكتور بدر عبد العاطي وأيضا وزير خارجية لبنان، وكان هناك حديث مطول حول المستجدات والتطورات الإقليمية، ولكن هنا السؤال يعني كيف يمكن وقف هذا التصعيد الذي تتسبب فيه إسرائيل خلال الأيام الماضية، ومنع التداعيات التي يمكن أن تحصل بسبب اشتعال المنطقة برمتها، وهذا ما حذر منه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية واندلاع الأزمة في 7 أكتوبر؟ لبنان دولة تتعرض إلى كثير من الانتهاكات. أمن لبنان هو جزء من أمن القوم العربي وجزء من اهتمام مصر بتأمين لبنان وأمن لبنان وسلامة لبنان. ما يحدث الآن من تداعيات مخيفة في المنطقة العربية وحالات الاعتداءات المتكررة من دولة الاحتلال على لبنان وعلى كل الأقاليم العربية دفعت طبعا وزير الخارجية المصري الدكتور عبد العاطي بأن يهتم وأن يقدم بشكل كبير
هذا الدعم المصري لدولة لبنان وما يحدث في لبنان هو يهم كل المصريين ويهم الأمن القومي المصري بشكل كبير. نعم دكتور أشرف، الاتصالات والجهود مكثفة على مختلف المستويات من مصر، سواء لقاءات واتصالات الرئيس السيسي وكذلك أيضا هذه المباحثات التي جمعت بين وزير الخارجية المصري ونظيره اللبناني. كيف تقيم هذه الجهود المصرية في هذا التوقيت والحرص على التواصل مع جميع الأطراف لاحتواء الأوضاع، وخاصة دكتور أشرف قراءتك لما تؤكد عليه مصر في مختلف هذه الاتصالات من نقاط حول الرؤية المصرية التي لا تتغير باختلاف الأحداث؟ القضايا سواء في غزة، في لبنان، في سوريا، في العراق، في اليمن هي جزء من اهتمام مصر، لأن مصر كدولة مركزية وتعلم دولة الاحتلال وتعلم الولايات المتحدة الأمريكية، لأن مصر هي السند وهي الداعم للاستقرار في الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية. ما تقوم به دولة الاحتلال في غزة يدفع بعدم الاستقرار في المنطقة العربية بشكل كبير. أنا أفتكر أن التواصل المصري الأمريكي جمهورية مصر العربية الرئيس السيسي منذ إشرافه وتشكيل إدارة الأزمة ووزير الخارجية المصري الدكتور عبد العاطي يتحدث ويتكلم عن دولة مصر وعن رؤية مصر في السياسة الخارجية لكل الأطراف المهتمة بالتأثير والضغط على دولة الاحتلال، لأنها جنحت بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. وحد دولة منبوذة تتصرف نعم الفلسطينيين بهذا العدد الكبير. هذه أمور تدفع دكتور أشرف مع لبنان. نعم فندم. ألو تفضل كمل سامعينك. فتتواصل مع دولة لبنان، حضور وزير الخارجية اللبناني إلى جمهورية مصر العربية ده تأكيد على التنسيق والتناغم المشترك بين جمهورية مصر العربية وبين لبنان، وأن مصر تقف وتدعم لبنان في كل التحديات التي تواجهها والتهديد باعتداءات متكررة من دولة الاحتلال، وهذا لن يخدم السلام والاستقرار في المنطقة العربية، وهذا ما يفهمه الأمريكيين الآن من رسالة مصر المباشرة والقوية التي تدعم الاستقرار، ويجب أن يكون هناك عملا دؤوبا وتكون المسؤولية تقع على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن كل عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط هو يرجع بالأساس إلى ضعف وتلكؤ الأمريكيين في أن يضغطوا على نتنياهو، لأن ما يقوم به نتنياهو في الواقع يهدد السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما تفهمه كمال. دكتور أشرف، وحضرتك بتتحدث عن مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية، لو تسمح لنا نستوضح من حضرتك، هي تعلم مسؤوليتها ولا تريد أن تفعل، أم أن الوقت غير مناسب وترجئ هذه التصرفات لوقت آخر، أم أنها لا تريد إطلاقا رغم انخراطها في المباحثات والاتصالات وكذلك أيضا المفاوضات؟ في تحول في الإدارة الأمريكية وفي قرارات الأمريكيين، خصوصا بعد يعني هذا التلكؤ والمسؤولية الكاملة التي وقعت على الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها دعمت دولة الاحتلال بالسلاح، استخدمت السلاح الأمريكي في قتل الفلسطينيين. الأمريكيين يدركون الآن حتى في عملية الانتخابات الآن أو المسيرة الانتخابية الآن أن اللعب بورقة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يهدد الأمن القومي الأمريكي، وتدرك الولايات المتحدة الأمريكية أن نتنياهو أصبح خطرا على أمريكا. الولايات المتحدة الأمريكية تدرك تماما بأن تلكؤها الآن أصبح كارثة كبيرة على سياسات الشرق الأوسط وعلى الأمن الإقليمي. وتدرك الولايات المتحدة تماما أن الرئيس السيسي كل ما قاله وفعله يؤكد أنه داعما للاستقرار والسلام، وهذا يجب على الولايات المتحدة أن تدعم الإدارة المصرية لأنها صاحبة رؤية للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط. نشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى هذه القراءة وهذا التحليل، دكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة.
دلوقتي مشاهدينا بنروح لاستعراض تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء امبارح والخاص بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وموقف التمويل لمراحل ومكونات المبادرة. وخلال هذا الاجتماع جدد رئيس الوزراء الإشارة لأهمية دور المبادرة الرئاسية في تطوير الريف المصري في ضوء ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية تسهم في تحسين مستوى معيشة أهالي القرى المستهدفة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم في العديد من القطاعات. وأكد رئيس الوزراء حرصه على المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات ومتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع والعمل على إزالة أي معوقات أمام عمليات التنفيذ. وأشار بأن المرحلة الأولى من المبادرة استفاد منها حوالي 18 مليون مواطن في 1477 قرية، ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة تنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات في 1667 قرية داخل 20 محافظة. نتعرف على المزيد من المعلومات عن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة في هذا العرض التالي. المرحلة التالية من مبادرة حياة كريمة هنتكلم بشكل أكثر تفصيلا مع الأستاذ زكي القاضي الكاتب الصحفي. أستاذ زكي صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا في هذا الصباح. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك أستاذ زكي. خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-25 ما يتعلق بالمرحلة الثانية من حياة كريمة خصصت نحو 150 مليار، فيها أولويات للعمل يا أستاذ زكي تبدأ بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي يليها التعليم، فعايزة حضرتك تعلق على هذا الأمر، هذا الرقم وما سيحدثه من تحول في 20 محافظة بالتأكيد استكمالا لما تم في المرحلة الأولى أيضا من تغيير شكل الحياة، والنقطة الثانية وضع هذه الأولويات والنسب لكل فئة أو ملف من الملفات. يعني خلينا في البداية نؤكد على أن حياة كريمة هي نموذج محترم للغاية لفكرة الحوكمة، والحوكمة معناها في الأصل أن احنا نعرف نراقب الأموال ونعمل عملية الضبط في الصرف والإنفاق وبالتالي تحقق أفضل النتائج الممكنة. عشان كده المرحلة الأولى كانت مستفيدين بها للغاية بشكل محترم جدا، وأيضا الاتجاه نحو المرحلة الثانية في الأرقام المذكورة 150 مليار جنيه واللي احنا بنستهدف فيها أكثر من 1600 قرية في 20 محافظة، وهذه الأرقام تدل على أن الدولة المصرية وفي تعاونها مع المجتمع المدني ورجال الأعمال قدرت تصنع هذه المنظومة اللي تديرها الحوكمة ويبقى فيها سيستمة ونظام حاكم يقدر يصرف أوجه الصرف تبقى في النطاقات المعروفة اللي احنا عايزين نغير بها شكل الصعيد والأرياف. وبالتالي كان المستهدفات في مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والرصف هو الغاز الطبيعي بالإضافة إلى مكاتب الخدمات وخلافه اللي كلها بتكمل منظومة إحنا نغير بيها شكل القرية المصرية وشكل الريف المصري. وما ننساش كمان أستاذ زكي المراكز التكنولوجية وتجميع الخدمات في مكان واحد. بالضبط، وده كان أمر برضو مهم جدا في إطار الحوكمة اللي تضبط كافة المشهد
في إدارة عمل الدولة، وفيما يخص نموذج حياة كريمة اللي قدامنا هو بالفعل إحنا إزاي نوحد الجهود، نحشد الطاقات في مكان معين نقدر نقدم به خدمة للناس، وبالتالي هذه الخدمة تقدم بشكل محترم، يتم عملية المراقبة طول الوقت، عملية تطوير الأداء طول الوقت، نقدر نبقى موجودين ونبقى شايفين المتطلبات بتاعت الناس وقدرة على التطوير، وفي مرونة كبيرة على التطوير، وده أمر مهم للغاية والناس حسيته في المرحلة الأولى، واستمرارية حتى المرحلة الثانية تحدي كبير للحكومة المصرية أن هي تتصدى لهذا الأمر، وأن هي تستكمل المرحلة الثانية في ظل إشكاليات وتبعات عالمية فرضت على الكل تغيير بعض التجهيزات، لكنها أن الحكومة المصرية تتصدر لهذا الأمر وبتكمله وبتبقى، وكمان طبعا في ظل توجيهات سيادة الرئيس، ده كله بيقول أن احنا بالفعل قدام دولة تؤمن بأننا لابد أن نغير شكل المجتمع المصري عبر حياة كريمة والأدوات الأخرى، وبإذن الله تكون ولا تتراجع عن الخطط وعن مستهدفات التنمية، وبنخلق سبل جديدة وبيتم بذل مزيد من الجهود وابتكار أيضا حلول من قبل الحكومة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا الأستاذ زكي القاضي الكاتب الصحفي. بتستعد الجامعات الأهلية والتكنولوجية لتنسيق الجامعات لعام 2024-2025 وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها قطاع التعليم العالي، سواء للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، وده في إطار العمل على تنفيذ توجيهات الدولة المصرية بتوفير برامج دراسية تتماشى مع متطلبات سوق العمل. وفي هذا السياق في الجامعات التكنولوجية بمختلف المحافظات على أتم الاستعداد لاستقبال دفعات جديدة من الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو الفنية، وأيضا من المتوقع زيادة أعداد المقبولين في الكليات العامة أو للعام الجامعي الجديد لأكثر من 30,000 طالب وطالبة. وينتظر قطاع التعليم العالي والجامعات الموافقات النهائية لمجلس الوزراء والقرارات الوزارية بشأن بدء الدراسة في عدد من الجامعات التكنولوجية الجديدة. نتعرف على تفاصيل أكثر عن الجامعات الأهلية والتكنولوجية في مصر من خلال العرض التالي. ينضم إلينا دكتور محمد مرسي الجهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية. أهلا بحضرتك معنا دكتور محمد في هذا الصباح. ويعني توجيهات الدولة في الفترة الماضية تعمل على أو تركز على مبدأ توفير برامج دراسية تتماشى مع سوق العمل، كيف يعني لو تحدثنا في البداية عن أهمية هذا الدور وتكلمنا عن البرامج اللي أنتم بتقدموها في الجامعة وإزاي بتتماشى مع توجيهات الدولة وأيضا مع سوق العمل لمواكبتها؟ صباح الخير على حضراتكم جميعا أستاذ يارا وأستاذ مروة وعلى جميع السادة المشاهدين. زي ما حضرتك ذكرتي في التقرير المفصل عن الجامعات التكنولوجية، الجامعات التكنولوجية بدأت من حوالي 6 سنين بثلاث جامعات، كانت في سويسنا اللي هي جامعة دلتا وبني سويف والقاهرة الجديدة في القاهرة، وكانت بعد دراسة سوق العمل في هذه المحافظات وهذه الأقاليم إيه هو الفراغ اللي احنا محتاجينه من مصانع وخريجين تكنولوجيين في هذه الأقاليم، ابتدينا نعمل هذه الثلاث جامعات. مع نجاح التجربة الأولى للثلاث جامعات اللي هم في من 6 سنوات، ابتدينا بعدها ب4 سنوات نعمل 6 جامعات جديدة، كان منهم برج العرب التكنولوجية في مدينة برج العرب اللي أنا بشرف
ان اكون رئيس الجامعه ليها، وكان تفضل فخامه الرئيس العام الماضي بتفقدها وافتتاحها. الجامعات التكنولوجيه يعني الميزه اللي فيها انها بتدرس سوق العمل، يعني حتى حضرتك احنا موجودين في الاقاليم المنتشره في مصر من سواء اقليم الصعيد لحد اقليم الشمال في اسكندريه، كل جامعه بتتميز ببرامج مختلفه. يعني في اسكندريه وبرج العرب بتتماشى مع المنطقه الصناعيه اللي موجوده في برج العرب والاسكندريه وما حولها، اللي في الصعيد بتتماشى مع البرامج اللي موجوده في الصعيد، اللي في الدلتا هتلاقي النسيج والصناعات الغذائيه والصناعات النسيجيه اللي في السمنود وغيرها عشان تتماشى مع مصانع النسيج الكبيره اللي بتعملها الدوله. بالاضافه مثلا في برج العرب عندنا كليه التكنولوجيا العلوم الصحيه، دي بتخاطب بعض البرامج اللي بتؤدي الى خريج يعمل في الصناعات الدوائيه، زي برنامج تكنولوجيا الصناعات الدوائيه، وزي ما حضرتك شفتي الدوله بتتوجه ان يبقى صناعه الدواء كلها موجوده في مصر. فعندنا احد البرامج اللي موجوده لطلبه العلم علوم هو برنامج الصناعات الدوائيه، عندنا برنامج تكنولوجيا تركيبات الاسنان، عندنا برنامج تكنولوجيا الرعايه الصحيه، عندنا برنامج تكنولوجيا الاي تي هيدس، وده من البرامج اللي عليها اقبال، لان ده اللي بيبتدي يشغل كل المستشفيات وكل العيادات وكل المستشفيات الخاصه من برامج كمبيوتر ومن تسجيلات وغيرها وغيرها. بالاضافه دي تكنولوجيا الغزل والنسيج ده برضو موجود عندنا في برج العرب، تكنولوجيا المعلومات زي ما حضرتك شفتي فخامه الرئيس في اخر لقاء اكد على اهميه تكنولوجيا المعلومات في مصر، وانه الدوله يعني هترعاها وتحتضنها، ان احنا يبقى عندنا مبرمجين وناس بتشتغل في التكنولوجي باعداد كتير، ان هو ده السوق الواعد زي ما حضرتك عارفه التكنولوجيات المختلفه في ايد ولادنا. يعني برضو يعني على سبيل الذكر احنا لسه كنت يوم الاثنين يعني جامعه برج العرب عملت حاجه جديده، اللي هي دشلنا جامعه اسمها جامعه الطفل التكنولوجيه، مش هنستنى الطالب يتعلم تكنولوجيا اولى جامعه، لا احنا ابتدينا نعمل حاجه اسمها جامعه الطفل التكنولوجيه اثناء الصيف، ابتدينا ندرب الطلاب من سن 8 سنوات لحد 15 سنه بمستويات مختلفه، ونستفيد من معامل الجامعه واعضاء التدريس انهم يدربوهم على التكنولوجيا المختلفه في تكنولوجيا المعلومات وغيرها. يعني دكتور محمد، الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع التكنولوجيا وإدخالها في كل قطاعات الدولة زي ما لاحظنا الفترة اللي فاتت، ولازم يكون في أجيال جاهزة أنها تستلم سوق العمل بشكل نفخر به، وفي كل القطاعات ليس في بعض يعني القطاعات لكن تشمل كل عمل الدولة وكل أجهزته. طبعا شكرا جزيلا لك يا دكتور محمد على كل هذه التفاصيل. كان معنا دكتور محمد مرسي الجهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية. أكيد كلنا بنحب البطيخ، بس الحقيقة أنه في مدينة الغردقة البطيخ عامل حالة مختلفة. في مهرجان البطيخ تم تنظيمه من عدد من الفنادق في الغردقة، واستخدموا فيه 3 طن من البطيخ، وشارك فيه 24 شيف. بالتأكيد شارك فيه عدد كبير من السياح، آلاف السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية، والهدف منه هو تنشيط السياحة والترويج لمدينة الغردقة. اللي بيحصل فيه مهرجان البطيخ وإيه كل التفاصيل، ده اللي هنعرفه في التقرير التالي اللي أعده لينا مراسل أكسترا نيوز الزميل مصطفى سليم. نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. احنا النهارده بنحتفل بيوم البطيخ العالمي، والنهارده بنقدم فيه حاجات تليق بسمعه مصر واسمها، وفي النهارده بنقدم سلطات وبنقدم ترت وبنقدم حاجات جميله جدا يعني تبهركم باذن الله. نحب نقدمكم النهارده مهرجان البطيخ، عندنا عصير بطيخ، سلطات داخل فيها بطيخ، حلو وترت داخلين فيهم بطيخ. بيشرفنا عشرات من السياح من جميع انحاء العالم، كلهم مهتمين يشوفوا الحدث الممتع الجميل. حابين نعرفكم على شغل البطيخ بتاعنا اللي اشتغلناه النهارده، تمام؟ حابين نقدم لكم شغل نحت، شغل سلطات، شغل شرب بارده، شغل عصاير، تمام؟ ان شاء الله تنيل اعجابكم ونحاول نساعدكم باذن واحد. بنعمل برضو حاجة مميزة للجست بتاعنا عشان دي بتجذب الجست كويس، بنعمل على حسب الفاكهة بتاعت الموسم، بنعمل اللي هو الفروتس فيستيفال، سواء بقى مهرجان المانجا أو مهرجان البطيخ على حسب الموسم. ده طبعا بتبقى بتعمل زي الرضا ما بين الجست، بيبقى مبسوط بيها طبعا. We'll be right back.
مشاهدينا أهلا بكم من جديد. وبتتواصل أسابيع مهرجان العالم عالمين في نسخته الثانية واللي بيقام في مدينة العالمين الجديدة. فعاليات كبيرة بينتظرها رواد المهرجان على مدار الأيام القادمة، منها حفل ميجاستار طبعا عمرو دياب واللي بتشهد نفاد لتذكرها، إلى جانب عروض مسرحية لكبار نجوم الفن. ده غير كمان الفرق التابعة للقطاع الثقافي واللي بتواصل تقديم عروضها لرواد المهرجان، وغيرها من الفعاليات زي المسابقات الرياضية والترفيهية. تفاصيل أكثر هنتكلم عنها مع زميلتنا من العالمين الجديدة دانا مدحت. صباح الخير يا دانا، ويعني إحنا مستنيين نعرف آخر التفاصيل وآخر الفعاليات اللي هنشوفها خلال اليومين الجايين منك. صباح الخير عليك يا مروة، صباح الخير عليك يا يارا. وزي ما انت قلتي هناك زخم كبير جدا وتنوع الحياة فيها الأنشطة والفعاليات، سواء كانت فعاليات ثقافية تراثية رياضية. يمكن النهاردة يوم الأربع وإحنا على مشارف بدء العطلة الأسبوعية الخامسة والأسبوع الخامس منذ بدء هذا المهرجان في نسخته الثانية. الحقيقة أنه هذا الأسبوع وهذه العطلة الأسبوعية يطلق عليها الميجا ستور، والاسم ده ما جاش من فراغ لأنه هيكون في فعاليات فنية كتيرة جدا وفعاليات غنية وحتى أنشطة رياضية. خليني أقول لكم عن الفعاليات الفنية. هيكون عندنا عرض المسرحية السندباد للنجم المصري والفنان المصري كريم عبد العزيز. هتستمر فعاليات هذه المسرحية من يوم 8 أغسطس يعني من بكرة لحد يوم 10 أغسطس يوم السبت القادم. أيضا هيكون عندنا الحدث الأكبر والأهم والأقوى والأحلى، وهو النجم والهضبة نجم الوطن العربي عمرو دياب. هتكون الحفلة يوم الجمعة يعني يوم 9 أغسطس القادمة. الحقيقة إنه هناك إقبال كبير جدا، وكل تذاكر أصلا لحفلة عمرو دياب هي خلصانة بقالها أسبوع، وهيكون في إقبال مش بس من مصر لكن حتى من العديد من دول الخليج ومن دول الوطن العربي. ده بالنسبة لمسألة العرض الغنائي أو حتى النشاط الفني، لكن أيضا هيكون هناك عروض فنية كبيرة جدا من فرق شعبية مختلفة، سواء كانت فرقة الأنفوشي، فرقة الإسماعيلية، فرقة مطروحية. بنتكلم عن تنوع مش بس في المسارح، سواء كان مسرح الشارع اللي بيتيح إتاحة ومشاهدة كل الفعاليات على هذا المسرح بالمجان. هناك أيضا مسرح الأرينا. أيضا هناك تنوع الحقيقة في الأذواق، يعني كان الأسبوع اللي فات واللي قبله كان هناك العديد من الحفلات الغنائية اللي كانت طربية في الطراز الأول. الحقيقة إنه هذا الأسبوع هيكون هناك حفل غنائي شبابي من الطراز الأول. أيضا خليني أقول لكم إنه بس مش في حفلات غنائية، لكن هناك العديد من الأنشطة من الممكن ممارستها لكل الأسرة المصرية أو أي أسرة مترددة أو سائحة هنا في مدينة العالمين. لذلك الحقيقة إنه تأكيدا على كلامي في بداية هذا المهرجان، تم إطلاق مؤتمر تم فيه الإعلان عن 5 مهرجانات ضمن هذا المهرجان، منهم مهرجان نبتة المخصص للأطفال، هناك مهرجان الطعام. وإحنا بنتكلم عن الطعام خليني أقول لكم يا يارا ويا مروة إنه في مسابقة بتتعمل على البحر اسمها بايتس باي ذا سي. المسابقة دي بيبقى فيها أشهر وأقوى الطهاء اللي في العالم. الحقيقة إنه هي جذبت أنظار العديد أيضا من المتردين والوافدين في مدينة العالمين. أيضا هناك مهرجان رياضة ومهرجان الغناء. وإحنا بنتكلم عن الأنشطة الرياضية، الحقيقة إنه هناك العديد من الأنشطة الرياضية اللي يمكن ممارستها كمان مش بس في الممشى السياحي اللي بيبلغ طوله 14 كيلومتر يعادل كورنيش محافظة الإسكندرية. في أيضا الكرة الشاطئية، البادل، كرة السلة، كرة القدم. وأيضا زي ما أنتم عارفين الأسبوعين اللي فاتوا كان من حوالي تقريبا أسبوعين كان في مباراة الأساطير كرة القدم، تم فيها الإقبال بشكل كبير على هذه المباراة. الحقيقة إحنا بنتكلم عن مدينة العالمين الجديدة، وأنا سعيدة جدا ومبسوطة وحاسة أن أنا بالفعل محظوظة بشكل كبير إن أنا متواجدة في هذه المدينة اللي فيها واضح سحر جدا يا دانا في مش كلامك. طبيعي وسحر مش عادي. واضح جدا في كلامك ونقلك للصورة دي حقيقة. وعايزين نعرف منك كمان من وجودك هناك ومتابعتك للفعاليات دي ردود فعل كمان الزوار، يعني رد فعلك واصل لنا، وعايزينك تنقل لنا بعض ردود الأفعال. أكيد بتشوفي تفاعل الناس مع الأحداث دي، فكرة تنوع الرياضات اللي موجودة. صحيح. طبيعة الحفلات كمان السنة دي مميزة وأكثر تميزا من النسخة الأولى، فيها تطور كبير، فنقل لنا الجانب ده لو ممكن.
صحيح. الحقيقة مروة أنه تأكيدا على كلامك، النسخة الأولى كانت قوية طبعا بإشادة دولية وبإشادات عربية، لكن النسخة الثانية هي أقوى وثرية أكتر ومتنوعة، وده لأن هي حتى لو احنا اتكلمنا مع الزوار زي ما أنت سألتيني، الحقيقة أنه هم مبسوطين من فكرة أنه المهرجان مش بيخاطب فئة معينة أو فئة بعينها، لكن الحقيقة هو لكل الفئات العمرية، سواء كان للأطفال للشباب لكبار السن. يعني الأطفال في هناك العديد من الأنشطة الرياضية اللي من الممكن ممارستها، مسرحيات للأطفال. النهاردة كمان هيكون في عرض للطلاب أو كورال للطلاب، والحقيقة أن دي كانت لفتة حلوة جدا وجميلة جدا من قبل الأستاذ عمرو الفي رئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمسألة الاهتمام بالشباب في هذه النسخة من مهرجان العالمين. أيضا مش بس تنوع في المسارح وتنوع في الأذواق وتنوع حتى في الحفلات الغنائية، لكن حتى في المقاهي والمطاعم، في different cuisines زي ما ممكن نقول في كل المطاعم. يعني الحقيقة أنه هناك تنوع لكل الفئات العمرية وتفاعل كبير جدا. وأيضا بخصوص مسألة التفاعل، عايزة أقولك أنه الأسبوعين اللي فاتوا أيضا تم تصوير برنامج للإعلامي شريف مدكور وللإعلامية الجميلة جدا أيضا صاحبة السعادة هنا، وده خلى فيه نوع من طبعا إسعاد يونس اللي أنا بحبها جدا، تم تفاعل كبير جدا من قبل السياح والمتردين والزائرين هنا في مدينة العالمين مع الإعلاميين اللي موجودين. طبعا يا دنا، طبعا احنا كمان بنحب إسعاد يونس وبنحب نتابعها، بس انا كمان عايز اسالك على المسرح. يعني كان في تراجع حاد في يعني ان احنا نزور المسارح وان احنا نتابعها بشكل كبير، دلوقتي هي راجعه وبقوه في النسخه الثانيه من المهرجان العالم عالمين 2024. واتكلميني عن المسرحيات اللي هتتواجد خلال شهر اغسطس، يعني احنا عارفين ان هو هيكون مليء بالتواجد المسرحي. صحيح. يمكن زي ما قلت لك يا مروه في بدايه حديثي انه الاسبوع ده اطلق عليه ميجا ستور، لانه في تفاعل كبير جدا وفي انشطه كبيره جدا. من اهم هذه الانشطه والفعاليات هو مسرحيه السندباد، واللي هي بتكون بالتعاون مع الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه وموسم الرياض وهيئه الترفيه السعوديه. الحقيقه انه في اقبال كبير جدا هيكون على المسرحيه دي، وناس كتير قوي مستنياها، وهتكون في مسرح اليو ارينا. الحقيقة انه مش بس انه في تواجد كبير جدا حتى لفئات عمرية مختلفة، لكن في فرايتي كبيرة جدا وتنوع حتى في الجمهور اللي موجود، الفنانين الموجودين. الحقيقة انه اكتر من 300 فعالية، عدد كبير جدا من نجوم غناء مش بس الدولة المصرية لكن حتى الوطن العربي. لذلك بالفعل حتى خبراء السياحة وخبراء الاقتصاد وحتى الفنانين بيشوفوا ان هي هتبقى خطوة كبيرة جدا مش بس للتنمية للدولة المصرية او حتى الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة، لكن كمان للترويج للسياحة المصرية، جذب مزيد من فرص الاستثمار، تشغيل الأيدي العاملة المصرية، وهي دي الحقيقة النقطة الأهم. وده إن دل عن شيء بيدل عن قدرة المصريين دايما على الإصرار على التغيير دايما للأفضل، وقد إيه هي هتكون خطوة كبيرة جدا للاقتصاد المصري وللسياحة المصرية في الفترة القادمة. أيضا سريعا أنا عايزة أقول لكم أنه على قد ما احنا مبسوطين جدا مهرجان العالمين في فعاليات، في زوار وسياح من كل مكان في العالم، أيضا الدولة المصرية لن تغفل القضية الفلسطينية، وكانت دائما المساند الأول والأكبر للقضية الفلسطينية. لذلك حتى تم تخصيص حوالي 60% من أرباح مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية تعود لدولة فلسطين. وأنا مش محتاجة أتكلم عن جهود الدولة المصرية اللي الحقيقة بذلتها مش بس منذ 7 من أكتوبر الماضي، لكن الحقيقة على مدار الأعوام الماضية والسنوات الماضية، سواء كان على المستوى السياسي بلقاء السيد الرئيس عدد كبير جدا من قادة ورؤساء دول العالم، عقد قمة القاهرة للسلام وتسريع حركة المجتمعات سواء كانت الدولية أو العربية وسرعة البنوس والتشاور حل وقف إطلاق النار، وأيضا على المستوى الإنساني. بالتأكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، على كل التفاصيل وعلى نقل الصورة من مدينة العالمين الجديدة، مفادة إكسترا نيوز الزميلة دانا مدحت. مشاهدينا، موجز إخباري جديد على رأس الساعة مع الزميلة نردين حبيب. صباح الخير نردين. صباح الخير مروة، صباح الخير يارا، صباح الخير مشاهدينا. والآن مع موجز الأهم وآخر الأنباء.
التاسعة صباحا السادسة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من إكسترا نيوز، أهلا بكم. تلقى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تناول خلاله التطورات الإقليمية والتوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الرئيسان مستجدات الجهود المشتركة المصرية الأمريكية القطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكد عزمهما على الاستمرار في تلك الجهود لخفض التصعيد واستعادة السلم والأمن الإقليميين. وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق إلى الشواغل الراهنة بشأن توسيع دائرة الصراع في الإقليم، حيث أكد الرئيس السيسي الرؤية المصرية حول خطورة التداعيات المترتبة على استمرار الحرب بقطاع غزة وتأثيرها السلبي على استقرار المنطقة، آخذا في الاعتبار أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة يعتبر النواة الرئيسية لإعادة الهدوء والاستقرار بالإقليم. وقد اتفق الرئيسان في ختام الاتصال على الاستمرار في العمل المشترك المكثف لوقف إطلاق النار وفي الجهود لتنفيذ حل الدولتين باعتباره الضامن الرئيسي للاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن أولوية التهدئة في المرحلة الحالية، وخاصة من خلال التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بقطاع غزة لنزع فتيل التصعيد وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي غزة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي بالملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، تناول خلاله الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة، حيث تم استعراض الاتصالات المكثفة التي تجريها الدولتان لاحتواء الموقف المتوتر بالشرق الأوسط. وشدد الزعيمان على أن الضامن الرئيسي لاستعادة الاستقرار في المنطقة يتمثل في إيجاد آفاق سياسية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل دولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع هدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص على رأس أولويات عملها لدفع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وترى في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ضرورة لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة في مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمتابعة سير برامج تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال، حيث عرضت الوزيرة أبرز ملامح استراتيجية تعزيز مشاركة القطاع الخاص، كما استعرضت أهداف الوزارة لتنسيق الجهود الحكومية وتحقيق مشاركة فعالة للقطاع الخاص. تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالا هاتفيا من أنطونيو تاييني وزير خارجية إيطاليا، وخلال الاتصال أكد وزير الخارجية تطلعه للعمل على تعزيز العلاقات بين مصر وإيطاليا، كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المصرية لاحتواء التصعيد الإقليمي، حيث أحاط وزير الخارجية نظيره الإيطالي بالاتصالات التي أجراها مع وزراء خارجية العديد من دول المنطقة للعمل على احتواء حالة التوتر والتصعيد، مؤكدا رفض مصر لسياسة الاغتيالات الإسرائيلية وانتهاك سيادة دول المنطقة. أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة على عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية العميقة التي تجمع بين مصر والجزائر. جاء ذلك خلال اتصال أجراه وزير الخارجية مع نظيره الجزائري. وصرح سفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية بأن وزير الخارجية أطلع نظيره الجزائري على آخر المستجدات الخاصة بالوضع في قطاع غزة وما تقوم به مصر من جهود حثيثة واتصالية
اتصالات مكثفة مع كل الأطراف الفاعلة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار واحتواء التصعيد الإقليمي والعمل على إقرار التهدئة للحيلولة دون اندلاع حرب شاملة تهدد أمن وسلامة الإقليم بأسره. طلب مجلس الوزراء الفلسطيني المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها أمام التحذيرات من خروج الوضع الصحي في قطاع غزة عن السيطرة، خاصة بعد تسجيل أكثر من 100,000 حالة التهاب كبد وبائي. وخلال اجتماعه الأسبوعي ناقش المجلس التخوفات من احتمالية تفشي شلل الأطفال في قطاع غزة والخطوات العاجلة التي اتخذتها وزارة الصحة الفلسطينية بالعمل على فحص عينات جديدة للتحقق من الحالة. مشاهدينا بهنا نكون قد وصلنا نهاية هذا الموجز، وعودة مرة أخرى لاستكمال باقي فقرات هذا الصباح مع مروة فهمي ويارا مجدي. شكرا لك ناردين على هذا الموجز الإخباري. ومشاهدي هذا الصباح بعد قليل معدنا مع فقرة استوديو هذا الصباح وحديث متواصل ومتجدد عن اللغة العربية وجماليتها وتأثيرها في محيطها وفي المحيط العالمي. هذا نقشنا مع ضيفنا اللي شرفنا في الاستوديو دكتور حسن سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق. مشاهدينا رجعنا لكم مرة تانية وحديث متواصل عن اللغة العربية وجمالياتها وتأثيرها في محيطها أيضا وفي المحيط العالمي. وحينما نبحث عن جماليات اللغة العربية نجد أنها لغة ذات قابلية كبيرة للتطور ومواكبة المستجدات لما حباها الله من المرونة والعمق، وقد استطاعت في الماضي أن تستوعب الحضارات المختلفة المعاصرة لها في ذلك الوقت مثل الفارسية واليونانية والهندية، وأن تجعل منها حضارة واحدة عالمية المنزع إنسانية الرؤية. وفي عصرنا الحالي أصبحنا بنشهد تغول اللغات الأجنبية على حضاراتنا ولغاتنا، وأيضا ده اللي هنتكلم عنه النهاردة مع ضيفنا العزيز اللي بنورنا في استوديو هذا الصباح دكتور حسن سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق. صباح الخير يا فندم. صباح الخير أستاذ مروة. منورنا في هذا الصباح. صباح الخير أستاذ يارا. صباح الخير للسادة المشاهدين جميعا، اهلا بكم. اهلا بحضرتك دكتور حسن. في جمله قالتها مروه انه اللغه العربيه لغه ذات قابليه كبيره للتطور ومواكبه المستجدات، فده ياخدنا لنقطه مكانه اللغه العربيه والميزه دي اهميتها مقارنه بوجودها وسط لغات اخرى في العالم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقه اللغه العربيه حظيت بما لا تحظى به أي لغة أخرى. وليس هذا يعني إلا ميزة في اللغة العربية. اللغة العربية حظيت بأن يتحدث بها قرابة 200 مليون عربي كلغة أولى، وما يربو على 500,000 كلغة ثانية في ربوع العالم الإسلامي. وهي أيضا حظيت بأن تكون يعني تقريبا ثلث سكان العالم ممن يتحدث اللغة العربية. هي تعتبر اللغة السادسة في الأمم المتحدة التي تكتب بها المواثيق المختلفة. هي اللغة التي حظيت بأن تكون يعني اللغة المقدسة التي أنزل الله بها قرآنا عظيما على رسول عظيم على أمة عظيمة خير أمة أخرجت للناس، فهي لغة القرآن الكريم. طيب لو اتكلمنا يعني دي لغتنا، وزي ما انا قلت من شويه واحنا بنتكلم عن الموضوع انه اللغات في تغول ليها، دلوقتي بنعلم اولادنا اللغه الانجليزيه اللغه الفرنسيه ويمكن لغات تانية كمان بجانب اللغه العربيه. قد ايه مهم ان احنا نحافظ على لغتنا ونتمسك بيها ونعلم اطفالنا اللغه ديت بكل اساسياتها، مش مجرد ان هو يكون ناطق بالعربيه فقط لكن يكون يعني عنده درايه شامله بهذه اللغه، أهمية
اللغة العربية؟ هذا سؤال عميق جدا ومتشعب فعلا، لأنه واقع إحنا بنعيش فيه. نعم نعم، لكن حينما ننظر إلى اللغة العربية في تاريخها وخاصة في العصر الحديث، نجد بأنها هناك هجمات شرسة على اللغة العربية ومحاولة من الاستعمار، حينما استعمروا هذه الدول في أن يجعلوها بعيدة كل البعد عن ذائقة الإنسان الذي احتلوا بلده، بحيث يعني يجعلوه منفصلا تماما عن لغته، فيستطيعون أن يبثوا سمومهم بلغتهم المختلفة وأدا للغة العربية. وإذا ما وئدت اللغة العربية فوئد القوم الذي يتحدثون الذين يتحدثون بهذه اللغة. حقيقة كانت هناك الهجمات الشرسة، بل يعني وصل الأمر بأنهم يعني أوهموا من يتحدث اللغة العربية بصعوبة اللغة العربية، بصعوبة النحو الخاص باللغة العربية، بصعوبة الصرف، بل شجعوا على أن يتحدث الإنسان باللغة العامية واللهجات المختلفة، بل ساعدوا في أن يكون الصعوبة في اللغة العربية، فليس هناك ما يمنع من أن نتحدث العامية ونؤلف بها القصائد، حتى يجعلوا هؤلاء الذين يعني لا يعلمون شيئا في اللغة العربية سهل عليهم أن يؤلفوا نصوصهم وأشعارهم المختلفة، وهذا بعيد كل البعد عن ذائقة وعن أهمية اللغة العربية. بل وصل الأمر إلى أنهم جعلوا بأن العلوم المختلفة والحضارات المختلفة من الصعوبة بمكان أن تتلقى باللغة العربية، فلابد أن نتعلم هذه الحضارات، أو إذا أردنا أن نتواكب مع العصر ومع الحضارات الحديثة لابد لنا من تعلم لغات أخرى غير اللغة العربية. وهذا كله يعني خلط وخطأ تماما من هؤلاء جميعا ممن يريدون هذه اللغة. سؤال للتوضيح من نقطتين حضرتك قلتهم، الأولى أنه في ادعاءات بصعوبة اللغة العربية وقواعد النحو وغيرها، والنقطة الثانية أنه في عدد كبير من المتحدثين باللغة العربية هي لغتهم الثانية اللغة العربية. نعم. مدى صعوبة وسهولة تعلم اللغة العربية واللغة الأم لدى الشخص هي لغة أخرى؟ لأنه ده ممكن يكون جزء من الرد على هذه النقطة. وهل في لغات معينة بيكون التعلم منها للغة العربية، أنه الشخص يتعلم لغة العربية بيكون أسهل؟ أستاذة يارا، يعني باستقراء التاريخ وبالعودة إلى فترة الفتوحات الإسلامية، نجد بأن اللغة العربية دخلت إلى دول عظمى وحضارات عظيمة جدا، لكن هذه الحضارات استطاعت اللغة العربية أن تلغي تماما هذه اللغة التي يتحدثون بها ويتحدثون باللغة العربية. من هنا نستطيع أن نقول بأن اللغة العربية كانت يسيرة في نطقها وفي تعلمها لهؤلاء جميعا، للدرجة التي جعلت يعني البعض منهم البيروني مثلا، أبو الريحان البيروني، حينما يقول لأن أهجى بالعربية أفضل عندي من أن أمدح بالفارسية، هذا يدل دلالة قاطعة على حبهم لهذه اللغة والتصاق اللغة بهم. لا، وعلى قوة التعبير فيها بالتأكيد يا دكتور. مسألة التعبير باللغة العربية ده موضوع كبير تاني. صحيح. وهو القصة بأن اللغة العربية انفردت عن بقية اللغات الأخرى بأنها انتقلت من المحسوس إلى غير المحسوس. أنا حينما أتحدث عن كلمة من الكلمات بمحسوسة، أستطيع من خلال هذه الكلمة أيضا أن آتي بما ليس بمحسوس. حينما أقول عين، هذه الباصرة، وإنما حينما أقول العين الحارسة، العين الحاسدة، العين الحانية، كل هذه أمور ليست محسوسة، وإنما انتقلت اللغة العربية بمفرداتها وبمشتقاتها المختلفة من المحسوس إلى غير المحسوس. يعني احنا دايما بنتكلم عن معاني كتير ومفردات مختلفة للغة العربية، بنقدر نعبر بأشكال مختلفة، وده اللي بيميز اللغة العربية. لو اتكلمنا عن أهمية اللغة العربية، ازاي نحافظ على مكانتها وازاي نقدر نخليها في نفس يعني المكانة اللي هي موجودة فيها من خلال بعض المجهود، نقدر نحافظ عليها ازاي؟ نعم، حقيقة هذا أمر أيضا المؤسسات الكبرى تعمل على هذه الحماية وهذا الحفاظ وهذه التنمية لهذه اللغة.
حقيقة يمكن أنا بنفسي حضرت مؤتمرات كثيرة جدا لجامعة الدول العربية، قدمت هذه المؤتمرات وكلها كانت في توصياتها كيف نحافظ على هذه اللغة. أولا اللغة محفوظة بحفظ القرآن الكريم من الله سبحانه وتعالى، ولكن القصة في استخداماتها لدينا، كيف نجعل الصلة وثيقة بيننا وبين اللغة بصرف النظر عن وجود القرآن أيضا لهذه اللغة. جميع المؤتمرات تنادي في توصياتها باستخدام اللغة العربية استخداما في المدرسة وفي البيت وفي كل المحافل المختلفة، تكون هي الحياة بالنسبة لأي شخص من الأشخاص، تنتقل من أن تكون حروفا وكلمات إلى إنسانية اللغة. لابد أن يكون هناك المجتمع، اللغة اجتماعية، وبالتالي فلا بد أن أتخاطب معك ليس بلغة فقط وإنما بإنسانيتي معك هي هذه اللغة. وبالتالي فلا بد في هذه المؤتمرات مع توصياتها المختلفة من إنشاء المراكز المختلفة التي تنمي هذه اللغة، وأن تحبب النشأ أيضا في مسألة كيف آتي بهذه الألفاظ المختلفة وآتي بمشتقاتها المختلفة، وأعلمهم أن لكل حرف ولكل صوت من أصوات اللغة العربية دلالة معينة أستطيع من خلالها أن آتي بالمحسوس وبغير المحسوس. الأمر يمكن يا دكتور مش مرتبط بس بأن أنا بتكلم اللغة دي أو أنا بستخدمها، ولكن فكرة هو ليه دلالته، هو مرتبط بتحديد الهوية الثقافية للمجتمع، هو جزء من الحضارة، فإلى أي مدى ده مهم أنه هو يكون واصل، ولأي مدى ده حقيقي فعلا أنه اللغة بتحدد الهوية، بتساهم في بناء المجتمع، بناء شخصية الإنسان، هو مش مجرد تحدث، هو معنى أكبر بكثير. أستاذة يارا، اللغة والحضارة واللغة والأمة لا ينفصلان، كلاهما يعني يتناسب تناسب طردي مع الآخر. لا يمكن أن تتحضر أمة دون أن تكون لها لغة متحضرة. لا يمكن أن تكون حضارة وتتنامى هذه الحضارة إلا بوجود هذه اللغة. وبالتالي فإذا ما أردت أن أكون صاحب هوية وصاحب حضارة داخل إطار أمة، فلابد أن تكون لغتي هي الميثاق الغليظ معي، لابد أن تكون اللغة هي الشيء المقدس بالنسبة لي، لابد أن أضع في اعتباري أن اللغة نحن ونحن اللغة، هذه هي الأمة التي ينبغي أن نضعها في اعتبارنا، أن تكون اللغة هي المجتمع الذي يشمل هذه الأمة. طيب أستاذ حسن، لما بيجي ناس ويعني يمكن يكونوا يعني ما بيعيشوش في مجتمعاتهم، ما بيعيشوا برا أو في مجتمعات مختلفة وناطقة باللغات الأجنبية، بيشوفوا أن اللغة العربية هي لغة صعبة، كيف ترد عليهم؟ أرد عليهم بأنه إذا ما أتيت بأي شخص أجنبي وقلت له قل بسم الله الرحمن الرحيم، سيقول بسم الله الرحمن الرحيم. وآتي بالعكس فلتجعله يتحدث بلغته بأي جملة من الجمل، وتطلب من العربي أن يتحدث بها فلن يستطيع. وبذلك نثبت بأن جهاز النطق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى خلقه كي يتحدث جميع اللغات، ولكن الميسر بالنسبة له هي أصوات وحروف اللغة العربية. هذه يعني بدعة ابتدعها المستعمر في أن اللغة العربية صعبة، ولكنها هي ليست بهذه الصعوبة التي تجعل من يريد أن ينطقها لا يستطيع، على العكس تماما. بدليل أنه حتى كمان في الفتوحات الإسلامية كثير من دخل في إطار الإسلام ومن لم يدخل في إطار الإسلام كان يتنافس مع الآخر، إذا ما أراد أن يبرز أنه صاحب حضارة فلابد أن يتعلم اللغة العربية ويتحدث بها ويتنافس بها مع الآخر. والشعر نعم.
يتحدث اللغة العربية دكتور حسن أن تكون هي اللغة الدارجة بعيدا عن أو بديلا عن العامية، يعني خلينا نقول هذا أمر إلى حد ما صعب لأنه هذه هي الطبيعة ولأنه العرب لهم لهجات مختلفة، فإيه الشكل اللي ممكن يخلي كل متحدث باللغة العربية يحافظ عليها ولكن مع مراعاة أنه لا يتم استخدامها في الحياة اليومية أو الحياة العامية، هذا ما يفرضه العصر وتفرضه الحياة، وإلى أي مدى مجرد الإلمام باللغة العربية يخلق يعني فخر بها ويخلق انتماء لمجتمعه أيضا؟ نعم، حقيقة اللغة العربية في كل عصر تتواكب مع هذا العصر، بدليل أن هناك بعض الألفاظ التي كانت تستخدم منذ عشرات القرون ولكنها لا تستخدم الآن، استبدلت بكثير من الألفاظ التي نتداولها فيما بيننا، بل على العكس هناك من الألفاظ التي أتت لنا من اللغات الأخرى ودخلت في إطار اللغة العربية، وهذا ما يميز أيضا اللغة العربية أنها تدخل تحت عباءتها جميع المفردات التي يمكن أن تدخل إليها من خلال التكنولوجيا الحديثة، من خلال المستحدثات، من خلال هذه اللغات المختلفة التي تدخل من خلال حضارات مختلفة إلى اللغة العربية، وبالتالي فهي تستوعب كل هذه المفردات وكل هذه الألفاظ. أما حينما نتحدث عن صعوبة اللغة العربية أيضا، نحن نقول بأننا نتحدث الآن لغة بعيدة كل البعد عن المستهجن من الألفاظ. ما معنى المستهجن؟ يعني الكلمات أو المفردات التي لم تستخدم الآن فأصبحت هي موجودة في اللغة العربية ولها من المعاجم ما يعلمني ويعرفني بمعناها، لكنها موجودة في إطار الكتب التراثية حينما كانت تستخدم في وقتها، أما الآن فهي غير موجودة. طيب دكتور حسن، ممكن لكل منا نصيب في الإلمام باللغة العربية وقواعدها وغيره، ولكن لا نستخدمها، هل ده كافي للحفاظ عليها؟ يعني عند الحاجة هستخدمها، ولا حضرتك بتشوف ده إزاي؟ لا، يعني كما قلت لك هناك المستحدثات من المفردات تدخل في إطار اللغة العربية وهي التي نستخدمها ونتداولها فيما بيننا. أما بالنسبة حينما أريد أن أعرف تاريخ هذه المفردات وغيرها من خلال ما أقرأه من كتب التراث، فهناك المعاجم التي أفتحها وأعرف من خلالها هذه معنى هذه المفردات. فليس بعيدا عن أنها ليست مستخدمة، أنها بعيدة عن إطار اللغة العربية، ولكنني بحكم قراءاتي في التراث لابد من العودة إلى معرفة هذه المفردات. أستاذ حسن، يعني حسن، إلى أي مدى تتفق أن اللغة لها دور في تنمية المعرفة؟ سريعة. نعم، اللغة لابد أن تكون، يعني منذ لحظات كنا نتحدث بأن اللغة والحضارة لا ينفصلان، وحينما وجدت الحضارة في بلاد الرافدين وفي بلاد النيل، هذه الحضارتان بالطبيعة الحال كانت هي الإطلالة التي تجعل الإنسان يطل على المعرفة. كيف؟ هناك أمران لابد في كل حضارة أن يتحقق، المدينة التي يسكنها والقرى المجاورة لها من زراعة ومن صيد وشبه ذلك لأمور الحياة، والأمر الآخر وهو الكتابة أو التدوين. نعم، ما عندهم من حضارات، يعني يمكن العرب استحدثوا بعد ذلك مسألة الطباعة المختلفة حتى نكون على صلة بهذه الحضارات المختلفة وبما كتب سابقا، فتكون الشخصية العربية متابعة لما قبلها وما بعدها والمستقبل بالنسبة لها من خلال هذه المعرفة وتراكمات المعرفة. دكتور حسن، بنسعد دايما بهذا اللقاء اللي بيتجدد مع حضرتك، وبالتأكيد بتضيف لنا كتير فيه عن جماليات اللغة العربية بإذن الله للحديث بقية. أكيد. شكرا مرة تانية على وجودك معنا دكتور حسن سليمان، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق. شكرا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا، بعد قليل معدنا مع جولة الصحافة، وهيكون معنا في هذه الجولة الكاتب الصحفي بلال الدوي.
بحضراتكم من جديد. وصلنا إلى فقرة الصحافة اليومية، بنستعرض فيها أبرز عناوين الصحف المصرية، ومشرفنا فيها الكاتب الصحفي بلال الدوي. أهلا بحضرتك معنا أستاذ بلال. أهلا معك يا فندم. صباح الخير. صباح الخير يا صاحبي. طبعا قبل ما نبدأ حوارنا مع ضيفنا العزيز، خلينا نروح ونشوف أبرز عناوين الصحف النهاردة ونرجع نستكمل حوارنا. نبدأ جولتنا صحفية مشاهدينا مع النشاط المكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، ونبدأ من موقع مبتدأ وعنوان رئيس السيسي يبحث مع بايدن التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط. عنوان تاني من جريدة اليوم السابع، الرئيسان السيسي وبايدن يتفقان على استمرار العمل المكثف لوقف إطلاق النار بغزة. أستاذ بلال، خلينا نبدأ بهذا الملف ومتابعتك للاتصال، توقيته والتعاون المصري والتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر في جهود وقف إطلاق النار، ومتابعتك أيضا لهذه الجهود المصرية التي لا تتوقف. احنا يمكن تابعنا الاتصال الرئيس بايدن بفخامة الرئيس السيسي. أنا توقفت أمام البيان الرسمي طبعا الصادر عن رئاسة الجمهورية في مصر، اللي أنا شايف أنه بيان واضح جدا بيوضح الدور المصري لمساندة القضية الفلسطينية والتصدي للتعنت الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وبيوضح المسلك المصري اللي بتتخذه في مساندة القضية الفلسطينية طبعا من أجل طبعا دي ده اللي بتتبناه مصر من أجل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات و اتمام عملية تبادل الأسرى. احنا بنتكلم عن بيان صادر من البيت الأبيض. طبعا انا يسعدني جدا ان البيان الصادر عن البيت الأبيض للمرة الثانية، كان طبعا في اتصال تليفوني في 27 مايو اللي فات بين الرئيس السيسي والرئيس بايدن، ايضا الرئيس بايدن شكر الرئيس السيسي نصا، ده بيان رسمي. امبارح طبعا كان البيان الرسمي الصادر عن البيت الأبيض بيشكر الرئيس السيسي على جهوده في محاولة إتمام صفقة تبادل الأسرى وإدخال المساعدات. الشكر ده احنا بالنسبة لنا بيقول ان هو بيلخص المجهود المصري اللي قامت بيه طوال 306 يوم. مجهود مصري واضح، تصدي لإخلال بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. مصر الدولة الوحيدة الحريصة على إنقاذ غزة في وقت عصيب جدا. الأرقام بتقول الصادرة عن الأونروا والأمم المتحدة بتقول إن غزة في مقبلة على مجاعة،
غزة فيها انتشار أمراض معدية كبيرة جدا، غزة لا يوجد بها طعام ولا يوجد بها مكان آمن. مصر بتقول لكل القوى الدولية وكل الأطراف المعنية في المنطقة، وطبعا منها الاتصال الرئيس السيسي أجراه مع الملك عبدالله ملك الأردن، مصر حريصة دايما على جملة مهمة جدا كان الرئيس السيسي سباق فيها. الرئيس السيسي قال من 90 يوم تقريبا المنطقة مقبلة على حافة الهوية، ونحن لا نقبل بسياسة حافة الهوية التي تسير فيها إسرائيل. كل العالم دلوقتي بيتكلم عن حافة الهوية. طيب الرئيس السيسي في نفس البيان من 3 شهور قال إن إحنا بنحذر من ما تقوم به إسرائيل سيؤدي إلى تهديد أمن الإقليم. بلينكن وزير الخارجية الأمريكي امبارح في المؤتمر الصحفي نصا قال إن الإقليم مقبل على تهديد أمني وتهديد أمن واستقرار المنطقة كلها. ولكن يعني رغم كل هذه التطورات أستاذ بلال، ولكن أمريكا تقف يعني تشاهد الموقف وتقول أنه لابد من وقف إطلاق النار، ولكن لا تستخدم الضغوطات، لا تستخدم الكروت التي تحملها ضد إسرائيل في هذا الوضع، لماذا؟ الرئيس السيسي كان كشف اللي بيحصل من بداية من 7 أكتوبر، وخرج وقال أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية، مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من أراضيه. هو ده القانون الدولي اللي احنا بنقول ان اسرائيل دولة محتلة وانه لا امن ولا سلام في منطقة الشرق الاوسط. حتى الكلام ده اتقال امبارح الا بحل عادل للقضية الفلسطينية. ايه هو الحل العادل للقضية الفلسطينية؟ ان الشعب الفلسطيني يحصل على حقه في دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس على اراضي ما قبل 5 يونيو 67. مصر قالت كده امبارح، وقالت كده طول الفترة اللي فاتت اللي أنا قلت حقيقة عليها من 7 أكتوبر، حتى خطابات الرئيس السيسي قبل 7 أكتوبر في الأمم المتحدة كان الرئيس السيسي حريص دايما بيقول إن عايزين أمن في المنطقة. بالراحة خالص، كلام مفهوم، عايزين أمن في المنطقة، عايزين منطقة مستقرة، اعطوا الأشقاء الفلسطينيين حقهم في دولة مستقلة. الكنيسة الإسرائيلي أعلن إن هم مش هيوافقوا على دولة فلسطينية. طيب لو جينا قارنا بين الموقفين الاثنين هتلاقي مصر بتقول نرفض انتشار الصراع، نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب. مصر بتقول لابد من الأمن المنطقة، مهم جدا للأمن العالم. ليه؟ لأن المنطقة فيها ثروات وفيها أبار نفط ومنطقة بترولية ومنطقة فيها أهمية كبيرة جدا، موجود قناة السويس وموجود ممرات مائية وموجود البحر الأحمر، وموجود الكارثة الكبيرة جدا اللي مصر تحذر منها الميليشيات المسلحة التي تستخدم كوكلاء لدول إقليمية. مصر لديها بعد نظر في السياسة الخارجية في المنطقة. ليه؟ لأن المنطقة منطقة حساسة جدا، منطقة الشرق الأوسط. بنقول احنا بنقول ايه؟ عايزين اعطاء الحق لأصحابه. مصر ترفض إطالة أمد الحرب، إسرائيل عايزة إطالة أمد الحرب. طيب الناس كلها بتسأل بيقولوا هو إسرائيل عايزة ايه؟ لا، إسرائيل الرأي العام الإسرائيلي رافض أسلوب نهج نتنياهو لإطالة أمد الحرب والصراع، والصراع مع غزة، والصراع في جنوب لبنان، والصراع مع إيران، والصراع مع الحوثيين. مصر حريصة على أمن الإقليم. كل ما تقوم به مصر، يمكن حضرتك في البداية بتتكلمي عن إن نشاط مكثف للرئيس السيسي. طب ما تيجي نلخص النشاط المكثف ده. النشاط المكثف بيقول أرجوكم اعملوا على الاستقرار في المنطقة العربية. استقرار الشرق الأوسط مهم جدا للعالم كله. طب هقف عند نشاط الرئيس ومكملين في هذا الموضوع، لسه مكملين حديثنا. ومن موقع مبتدأ نقرأ عنوان الرئيس السيسي وعاهل الأردن يؤكدان أولوية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بغزة. وعنوان ثاني من جريدة الأخبار نزع فتيل التصعيد، الرئيس السيسي وعبد الله إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة ضرورة. يعني كيف ترى تأكيد الرئيس السيسي والعاهل الأردني على ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؟ أنا شايف إن مصر، يعني العالم كله بيتكلم عن ذا سكند داي، مرة يقولوا سكند داي ومرة يقولوا ماذا بعد الحرب، اليوم التالي في غزة، اليوم التالي في الحرب. ولكن مصر بتقول هيا بنا ندخل مساعدات، اضغطوا على إسرائيل والمجتمع الدولي يقوم بمسؤولياته تجاه حماية 2 مليون فلسطيني شقيق يعانون من أمراض.
لا يوجد غذاء، لا يوجد كساء، لا يوجد دواء، المؤسسات الحكومية كلها اتسود بالأرض، ما فيش حتى يعني المساجد والمدارس والجامعات حتى المنظمات الإقليمية والمقراتها تعرضت للقصف. وبالتالي احنا بنقول تعالوا بينا ننقذ غزة، هي ده السياسة المصرية. الناس كلها بتتكلم عن اليوم التالي، وهل هيكون في دور للسلطة الفلسطينية، هل هيكون في قوة دولية، هل الولايات المتحدة هتكون موجودة، هل الجيش الإسرائيلي هيكون موجود، كل الناس بتتكلم ده، ولكن مصر بتتكلم عن غزة، أهالي غزة، هو ده اللي مصر حريصة عليه. يمكن احنا كلنا فوجئنا بتصريح البيت الأبيض امبارح على مكالمة الرئيس السيسي مع الرئيس بايدن، وقالوا ان احنا على مقربة من انهاء قضية التفاوض، صفقة التبادل الأسرى، وهيكون ده مؤشر إيجابي جدا ان في ظل القصف العنيف الإسرائيلي والنهج المتعنت من بنيامين نتنياهو، لان هو الناس كلها بتتكلم عن، تقول لك هو نتنياهو عايز ايه؟ نتنياهو عايز نفسه، عايز يريد الإبقاء في منصبه رغم وجود الرأي العام الإسرائيلي ضده، الكنيسة الإسرائيلي ضده، المعارضة الإسرائيلية ضده، عددا من أعضاء الحكومة الكابينت طبعا استقالوا، احنا بيني جانس وآيزنكوت استقالوا، في زخم كبير، حتى الإعلام ضده، حتى كبار كتاب الفيها أرس ضده ويدعوت أحرنوت، هو يريد الإبقاء على منصبه في رئاسة الوزراء، لأنه لو خرج من منصبه هيتحكم في 4 قضايا رسمية. فمصر ضد هذا النهج. طيب أستاذ بلال، خلينا نكمل في نفس السياق، ولكن لما نيجي نبص على الأمر هنلاقي أنه مصر قبل بداية الأحداث والتصعيد منذ 7 من أكتوبر حذرت من التصعيد وكانت لها رؤية سباقة. في حال تم التصعيد هنالك موقف مصري داعم لكل الأطراف المتضررة من هذا التصعيد، موقف مصري على سبيل المثال داعم للبنان وشعبه ومقدرته. في حال التصعيد أيضا مصر تعمل لاحتواء الأوضاع ووقف هذا التصعيد والوصول إلى السلام، فالموقف المصري والجهود المصرية مستمرة منذ بداية الأحداث وعلى كل المسارات. خلينا ننتقل في هذا السياق لعنوان من جريدة الوطن ونقرأ منه وزير الخارجية: موقف مصر ثابت في دعم لبنان لضمان استقراره ووحدة أراضي. عنوان تاني من جريدة الدستور: وزير الخارجية: مصر تجدد موقفها الداعم لسيادة لبنان ووحدة أراضي. هذا التأكيد المصري يا أستاذ بلال على دعم لبنان وشعبه ومقدراته في ظل الأحداث المتصاعدة في المنطقة مؤخرا، حضرتك بتشوفه إزاي وهو ليس موقف مع دولة شقيقة واحدة ولكنه موقف مع جميع الدول والهدف الحفاظ على جميع الدول في المنطقة؟ أنا بشكر حضرتك على السؤال، لأن السؤال بيلخص ثوابت الدولة المصرية التي تنطق بها الخارجية المصرية. تعال حضرتك وإحنا مغمضين كده نقول ثوابت الدولة المصرية إيه في لبنان؟ واحد، الحفاظ على وحدة الدولة اللبنانية، العمل على رفض وجود ميليشيات مسلحة أو أي عناصر التدخل الخارجي، رفض التدخل الخارجي، وحدة الأراضي اللبنانية. إسي كده حضرتك الكلام ده على ليبيا هتلاقيه بالنص، إسي حضرتك على السودان هتلاقيه بالنص. هو دايما في أي قضية متعلقة بأي دولة شقيقة أن يكون الحل من داخل الدولة، من أبناء الدولة، من الشعب ذاته، للحفاظ على وحدته. الرئيس السيسي لخص الجملة اللي حضرتك قلتها دي في كلمته في الأمم المتحدة، وقال أن يكون مصير الدولة في يد شعبها. يعني مصير سوريا اللي يحدده شعبها، ما فيش حاجة اسمها تدخل خارجي. صحيح. مصير لبنان يحدده شعبه، مصير اليمن يحدده شعبه، ومصير مصر برضو يحدده شعبه، لأن مصر في 30 يونيو اللي حدد المصير الشعب. هو ده اللي احنا عايزين نقوله. يمكن بيان وزارة الخارجية المصرية برضو فيما يتعلق بحادث اغتيال اسماعيل هنية، بيان واضح ثابت بيقول ان مصر ترفض التدخل في شؤون الدول، مصر ترفض سياسة الاغتيالات. موقف مشرف، موقف يعني لو جينا قلنا السياسة المصرية في أي قضية هنلاقيها كوبي لابد أن يمشي عليها العالم. يمكن موقف مصر في سوريا في وقت 2013 و14 و15 كان بعض الدول رافضة الموقف المصري، احنا بنقول نرفض الميليشيات، مصير الدولة يحدده الشعب، نرفض التدخل في الشأن السوري، نرفض تقسيم سوريا. الكلام ده اللي مصر كانت بتقوله بعد فترة من الفترات وعشر سنوات
فوجئنا لقينا عادت سوريا إلى جامعة الدول العربية وأصبح الشعب السوري هو الذي يحدد مصيرها وأصبح مصير سوريا حدده شعبها وعدم التدخل في شؤونها. الرؤية المصرية واضحة يعني أستاذ بلال منذ البداية ومنذ اندلاع الأزمة، ولكن يعني كيف ترى الطريقة أو السيناريوهات المتوقعة لاحتواء هذا التصعيد في المنطقة، والذي حذر منه طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية الأزمة؟ التصعيد، أن طوق النجاة للتصعيد في منطقة الشرق الأوسط أن تتم الهدنة بأسرع وقت، على أن يكون هناك دعم كبير جدا، دعم إنساني ودعم مساعدات للأشقاء في قطاع غزة، وتتم صفقة تبادل الأسرى، ويكون هناك وقف لإطلاق النار. احنا بنتكلم عن، وده هيحصل إزاي من غير ضغط من الولايات المتحدة؟ لا، ما هو السياسة مختلفة. الولايات المتحدة تتحدث ب وجهين. كان معنا دكتور، كان معنا في المداخلة كان بيقول انه امريكا تسير في مسار سياسي ومسار خطابي، فانه هي ما تقوله من خطابات يختلف تماما عن المسار اللي بتتبعه في سياستها. المسار الدبلوماسي اللي احنا شايفينه هدنة ضغط على نتنياهو، ولكن في نهاية المطاف بنفاجأ بأن نتنياهو موجود في الكونجرس الأمريكي ويصفق له أعضاء الكونجرس 81 مرة في خطابه، لدرجة أن نتنياهو بيقول لهم يعني listen to me، يعني ما يعني ما اسمعوني أحسن ما تسقفولي يعني. فإحنا شايفين أن رغم المظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت موجودة في جميع الجامعات، إلا أن حتى في انتخابات الرئاسة الأمريكية والصراع اللي موجود بين كامالا هاريس وترامب، برضو استخدام القضية الفلسطينية، يمكن الحزب الجمهوري معروف موقفه في نفس المداخلة مع دكتور أسامة السعيد في النقطة دي، كان قال أنه دي من العوامل اللي هي عاملة ضغط التوقيت دلوقتي، أنه الأمر حرج، هذا الضغط بيصعب اتخاذ أي قرارات في الأمر ده، لأنه الوقت والظروف المحيطة مفيش قرارات قادر تاخدها تكون محددة، لأنه في ظروف أخرى هي اللي بتتحكم في المشهد وتحديدا في الداخل الأمريكي. الرئيس بايدن قال نصا أن نحن على مقربة من إتمام الهدنة بالتعاون مع الوسطاء مصر وقطر، وشكر مصر، ده بان رسمي من بيت لابن. احنا نستشف منه ان الإدارة الأمريكية تحاول بكافة السبل إتمام الصفقة. طيب إتمام الصفقة، نحن بنقول ان الصفقة جاهزة، ويعني في المقابل لا توجد عمليات ضغط، ده بالعكس ده توجد تصعيد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لمساندة إسرائيل، وبالتالي تعالي بينا حضرتك نشوف كده. حاملة الطائرات روزفلت كانت موجودة في البحر الأحمر، حصلت على قرار واتنقلت بسرعة كبيرة جدا إلى شرق البحر المتوسط أمام الحدود في غزة ولبنان. طبعا كان موجود في حاملة طائرات أخرى موجودة في شرق البحر المتوسط، وجايبين مجموعة من الطائرات وعددا من الأسلحة. طبعا الجيش الإسرائيلي كان لديه نقص في السلاح، شايفين عددا من القنابل اللي كانت بيطلبها الجيش الإسرائيلي كانت أمريكا رافضة، ولكن بعد الرفض فوجئنا تم تسليم هذه القنابل، طبعا أطنان يعني. وبالتالي احنا شايفين مساعدات، شايفين الكبير مستشاري الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض موجود في الشرق الأوسط، شايفين وزير الدفاع موجود في الوقت بتاع موجود في تل أبيب، شايفين حتى كبار القيادات في القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط موجود في تل أبيب. فاحنا لما جينا سألنا قلنا ما كل هذا الزخم العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط؟ قالوا إيه؟ قالوا هذه القوات موجودة من أجل عدم التصعيد. لكن دائما ما يكون هناك تضارب في الكلمات أو الخطابات الرنانة التي تتحدث عنها الولايات المتحدة، وفي نفس السياق أو في الشكل الموازي تحاول أن تدعم إسرائيل حتى بالأسلحة، ودائما ما يكون هناك دعم يعني مادي ودعم بالأسلحة، ولا يوجد حتى الآن موقف للمجتمع الدولي. طبعا أنا بشكرك على وجودك معنا الأستاذ بلال الدوي على كل هذه التفاصيل، و
قراءتك للأخبار. شكرا جزيلا. بشكرك يا فندم وانا سعيد جدا مع حضرتك النهارده. اهلا بيك. شكرا مرة تانية لحضرتك استاذ بلال، نورتنا وتحياتي ليك يا مروة. شكرا يا يارا ويومك سعيد. ميرسي جدا ليكي. مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم بفقرة الصحافة لختام حلقتنا النهارده من هذا الصباح، بتمنى لحضراتكم يوم سعيد وكله خير، وبكره باذن الله في 8 صباحا حلقة جديدة من هذا الصباح على شاشة اكسترا نيوز.